السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة محمد تيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي النيرسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتابع معكم دائما أحدث التغيرات والترددات الجديدة على القمر الصناعي النيرسات. نعرض لكم بهذا الفيديو تردد قناة رائعة ومميزة تعرض العديد من المسلسلات العربية والأفلام العربية الرائعة والجميلة. تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو لنتعرف على هذه القناة وطريقة إدخال التردد. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب، نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد على القمر الصناعي النيرسات نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد. عشرة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعون على معدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي وعمودي وحرف الفي، ونضغط موافق لإدخال هذا التردد. ظهرت رسالة بأن التردد موجود مسبقا، نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية ونبدأ عملية البحث. ظهرت 16 قناة على هذا التردد، نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم اليوم تردد قناة موال الجديد على القمر الصناعي النيرسات، القناة الرائعة والمميزة والجميلة لتعرض العديد من المسلسلات العربية والأفلام العربية الرائعة والمميزة. شاهدوها على تردد 10873 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي وعمودي وحرف الفي. شكرا للمشاهدة والمتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.